مرة أخرى يدفع العراقيون ثمن استباحة إيران للاقتصاد وخيرات بلادهم عبر بوابة العقوبات الأمريكية التي قررت واشنطن فرضها على 14 مصرفاً عراقياً بعد أشهر فقط من فرض عقوبات مماثلة على 4 بنوك مهمة بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعملية غسل الأموال. عقوبة تسببت فور الإعلان عنها بتراجع قيمة الدينار أمام الدولار، إلى جانب توافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالعملة الأمريكية في لقطة تعيد للأذهان ما جرى ويجري في البنوك اللبنانية العاجزة عن سداد أموال المودعين. العقوبات المفروضة من الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي تأتي ضمن حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيما تشير الأرقام إلى أن خسائر تهريب الدولار من العراق تقدر ب400 مليار دولار. مسؤولون في البنك المركزي العراقي أشاروا إلى أن العقوبات الجديدة سيكون لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والمالي في العراق، كما إن تداعياتها على قيمة الدينار العراقي ستكون كارثية، مضيفين أن لديهم معلومات من الخارجية الأمريكية تؤكد أن مصارف أخرى في العراق ستطالها العقوبات خلال الفترة المقبلة بعد رصد أنشطة غير شرعية لها في إرسال العملة إلى إيران. انهيار الدينار لن يتوقف عند حد معين بحسب عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مصطفى الكرعاوي، الذي أكد أن هذا الانخفاض سيستمر بشكل تدريجي يومياً، ويمكن أن يتحول إلى أزمة نقدية كتلك التي حلت خلال الأشهر الماضية مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة. ويرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية ستستمر ما لم تتمكن حكومة الإطار برئاسة السودان من تجديد الرقابة على التحويلات المالية وإيقاف تدفق الدولار إلى إيران ونظام الأسد في سوريا.